السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخشين اوبورتونيتي بور غيوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثاني ابتدائي من كتاب مختار النشاط العلمي ولا المختار في النشاط العلمي. اذا غادي نشوفوا انشطه التقويم والدعم الصفحتان 40 و 41. اذا كما تلاحظوا هذا هو تقويم ودعم. عندنا اول نشاط اللي هو النشاط التطبيقي الاول، عندنا اصل البطاقه بالرسم المناسب واكتب في الفراغ نوع القوه. اذا عندنا كما تلاحظون هنايا هذا تيراكورا، هنا مغناطيس تيجبد بواحد المسمار، وهنا واحد باليد ديالو تي ماسك واحد الاسفنج. اذا بارك عليها. اذا شنو غادي نشوفو هنايا؟ مكتوب عندنا قوة تحرك جسما ساكنا، قوة تغير شكل جسم، وقوة توقف جسما متحركا. بالنسبة للكرة هذه اذا شنو عندنا؟ عندنا جسم متحرك، اذا هي الكره جسم متحرك، وهذا شد الكره. اذا شنو دار ليه؟ وقف ذاك الجسم المتحرك. اذا وقف الجسم المتحرك، اذا هي هذه قوه توقف جسما متحركا. عندنا قوه تغير شكل جسم، لاحظوا بان هذه البونجه كي ولات ضغط عليها، اذا تغير الشكل ديالها الاصلي. اذا هي قوه تغير شكل جسم، والصوره هذه هي قوه تحرك جسما ساكنا. المسمار كان ساكن ولكن فاش المغناطيس شنو دار ليه؟ جذبو، جرو لعندو. اذا شنو تتسمى الجذب؟ اذا دار ليه قوه جذب، يعني حركو لعندو. اذا كما تلاحظوا شنو هذه تتسمى؟ هذه القوه هذه تيرا كره ولا تعرض الكره. اذا هذه قوه عضليه، هنا هي قوه مغناطيسيه وهنا قوه عضليه كذلك. اذا باش نضغط على الاسفنج، اذا شنو وقع هنا؟ قوة عضلية. إذا غادي ندوزو نمرو النشاط التوليفي. قالك أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. عندنا ينتشر والضجيجة وشدة واهتزازي وأذني، ينتج الصوت عن اهتزاز الأجسام، وينتشر في الماء والهواء والخشب وغيره. تتعلق شدة الصوت بطريقة إحداثه وتكون قوية أو ضعيفة. أتجنب سماع الصوت القوي لأنه يؤذي أذني ولا أحدث الضجيج. لاحظت بأن هنا في الفراغ الأول غادي نديرو اهتزاز، الفراغ الثاني ينتشر، الفراغ الثالث شدة، الفراغ الرابع أذني، والفراغ الأخير والخامس هو الضجيج. إذا نمر إلى أقوم تملكي لنهج التقصي. إذا نحاول نقرأ شنو عندنا هنايا باش نتفاعلوا مع النص ونجاوبوا على ثلاثة الأسئلة اللي عندنا هنايا. إذا كانت فرقة عبيدات الروماء تغني أغاني شعبية عجيبة، وكانت شدة صوت الدف تختلف بين ما يصدر عن التعريجة وبين ما يصدر عن البندير، رغم أن الاثنين مصنوعين من جلد من النوع نفسه، لكن عطبا مفاجئا حدث لمكبر الصوت فبدأ ينتشر منه ضجيج يصم الآذان، فأسرع رئيس الفرقة إلى حمل مكبر للصوت كان محفوظا للحاجة، ووضعه مكان المكبر المعطوب، ثم استأنفت الفرقة أنغامها. إذا لاحظتوا بأن هنايا قال كانوا عبيدة الرماء تيغنيو، والصوت قالك اللي تيخرج من الطعريجة ماشي بحال صوت البندير، واخا هما مصنوعين من الجلد بجوج. قالك واحد الوقيته وقع عليهم واحد العطب مفاجئ، واحد مكبر الصوت هو داك الباف وقع لي فيه مشكل. ناض هذاك رئيس الفرقه، جاب واحد الباف عندهم اللي مخبي في واحد البلاصه، وداروا في البلاصه ديال هذاك اللي خايب اللي معطوب. اذا بالنسبه للسؤال الاول اتفاعل مع النص. السؤال الاول قالك اعبر عن سبب اختلاف شده الصوت بين التعريجه والبندير. شنو السبب اللي اختلاف الصوت بين التعريجة والبندير؟ إذا هذه الأسئلة غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم دابا. إذا نقراو الأسئلة بثلاثة ونحاولوا نجاوبوا عليهم.
أكتب في لوحتي اسم القوة التي استعملها رئيس الفرقة في حمل مكبر الصوت. إذن قرينا الأنواع ديال القوة، إذن غادي نكتبوا اسم ديال هذه القوة هذه. إذن أوضح لماذا سمى مكبر الصوت المعطوب الآذان. غادي نوضحوا علاش هذاك مكبر الصوت المعطوب علاش سمى الآذان، يعني ديرونجا الناس في ودنيهم، دار لهم التبرزيط. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد ثلاثة ديال الأسئلة كما تلاحظون. إذا أنا حاولت نجاوب لكم هنايا. بالنسبة للسؤال الأول، إذا سبب اختلاف شدة الصوت بين التعريجة والبندير هو اختلاف قطر كل آلة. إذا سبب اختلاف شدة الصوت بين التعريجة والبندير هو اختلاف قطر كل آلة. السؤال الثاني، جواب ديالو اسم القوة التي استعملها رئيس الفرقة في حمل مكبر الصوت هي القوة العضلية. إذا قرينا في الدرس الأخير أنواع القوة وشفنا القوة، إذا شنو القوة اللي استعمل باش حمل ذاك الباف ولا الهوبارلو، إذا ولا ذاك مكبر الصوت. إذا استعمل قوة عضلية، لم يستعمل لا قوة مغناطيسية ولا قوة كهربائية، إذا استعمل العضلات ديالو، إذا قوة عضلية. إذا صم مكبر الصوت، الجواب ديال السؤال ثلاثة، صم مكبر الصوت المعطوب الآذان لأنه كان يصدر ضجيجا. علاش دار لهم تبرزيط؟ لأنه كان يصدر ضجيجا. أعيد الجواب، صم مكبر الصوت المعطوب الآذان لأنه كان يصدر ضجيجا. إذا هذو هما الأجوبة ديالنا ديال الأسئلة بثلاثة. إذا نمر إلى وقوم اهداف وحداتي. اذا بالنسبه لهذا التقويم ديال الوحده غادي نشوفوا شنو حنا ضابطين وشنو ما ضابطينش. اذا اضع العلامه في الخانه المناسبه. اذا كمثال انا اخذ هذا. اذا الوحده الثالثه عندنا الصوت والحركه المؤشرات، عندنا سر ساعرف كيف يحدث الصوت. اذا كنت تنعرف متمكن غادي ندير علامه هنا، كنت يلا شويه بين وبين اذا في طور التمكن ندير علامه هنا، الا كنت غير متمكن غادي ندير علامه هنا الا ما كنتش ضابط الدرس ديالي. اذا انا باغ اكزومبل غادي نكتب هنايا متمكن، يعني عارف الدرس. تعرفت انتشار الصوت في اوساط مختلفه. دائما الا كنت عارف غادي ندير، اذا عارف غادي ندير متمكن، متمكن من الدرس. الا كنت شويه في طور التمكن، الا ما كنتش فاهم الدرس كاع غادي ندير غير متمكن. اذا أصبحت أعرف شدة الصوت، إذا كنت عارف غادي ندير دائما متمكن. أصبحت أتعرف الضجيج وأتجنب سماعه وإحداثه، دائما إذا كنت متمكن غادي ندير علامة هنا، إذا كنت في طور التمكن هنايا بين وبين، إذا ما كنتش متمكن غادي ندير علامة في الخانة الأخيرة. أصبحت أعرف كيفية وضع خطة وصنع هاتف بسيط. تعرفت مفعول القوة، إذا دائما إذا كنت متمكن أنا جندير، يعني هذا الشيء كامل ضابطه، يعني غادي ندير علامة هنا. أدركت تغيير حركة جسم صعودا وسقوطا. إذا هذو ديال الدروس الوحدة الثالثة. صرت أعرف بعض أنواع القوى، إذا دائما إذا كنت قلت متمكن، إذا كنت عارف هذا الشيء كامل غادي ندير العلامة في الخانة الأولى، إذا كنت بين وبين ندير علامة في الخانة الثانية، ولا كنت ما فاهمش الدرس يعني ما متمكنش منه غادي ندير علامه في الخانه الاخيره. اذا هذا هو كان عندنا دعم وتقويم، نتمنى تكونوا فهمتوا، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال الفيديو اكيد ديال عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس تنقدموا في القناه، مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، تلقاو لي ديال لا بوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليوا لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.